احنا الان في مسرح الجريمه. هذا المنزل اللي وقعت فيه الجريمه. وخذوه من المكان اللي تقتل فيه ولحوه في هذا مكان آخر اللي هو قريب جدا من مكان الجريمة. هذا هو المكان فاش تلاح. كنت صوتي هاتفيا مع هذاك السيد اللي قلت مكان مسرح الجريمة. هذه هي الحجرة باش قتلاتو. هذه تعاوننا محمد في هذا الشيء اللي صرا صرا. طلعتي الفوق؟ طلعنا الفوق. يلا ديتي الباب انت؟ تما صافي احترمنا. دي وحده لا ماشين خذوا اون سيكونس شويه اللور اخوان الله يكثر خيركم شويه اللور باش ندير لي سباس على زيد. يلا سيف Allez.